يسر إدارة مسجد مصعب بن عمير ورسالة ويك إند سكول أن نعلن عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2023-2024. بفضل الله تعالى مدرسة رسالة تقدم خدماتها الاجتماعية للعام الثالث على التوالي لما يقرب من 100 طالب وطالبة لأعمار مختلفة الحمد لله ما بين 5 سنوات إلى 17 عام. وتضم مدرسة رسالة 5 صفوف دراسية مقسمة ما بين الأعمار الصغيرة والأعمار المتوسطة وأعمار الشباب. الحمد لله عندنا في مدرسة رسالة بيقوم على تقديم الخدمة الاجتماعية في المدرسة مجموعة من المدرسين المتخصصين في التربية الإسلامية واللغة العربية والقرآن الكريم. عندنا في مدرسة رسالة ويك إند سكول بنقوم على تدريس اللغة العربية ب4 مستويات مختلفة، وفي التربية الإسلامية ندرس 3 مستويات مختلفة للطلب. كمان في مدرسة رسالة ويك إند سكول بنقوم بتدريس القاعدة النورانية 3 من صفوف المدرسة، وعما قريب إن شاء الله سيتم تعميم تدريس القاعدة النورانية لكل صفوف المدرسة. في رسالة ويك إند سكول بنتميز بتدريب الطلبة الشباب من البنين على رفع الأذان والإقامة، وأيضا على اعتلاء المنبر للتدريب على أداء خطبة الجمعة مع مدرس التربية الإسلامية والقرآن الكريم الأستاذ طارق أبو طوب. في مدرسة رسالة أيضا نقوم بتحفيظ القرآن الكريم بالتجويد مع التفسير المبسط لأبنائنا الطلاب، معتمدين في ذلك على مجموعة من الكتب الدراسية للتفسير باللغة الإنجليزية. مش بس الجانب التعليمي اللي بتقدمه مدرسة رسالة، ولكن أيضا لدينا الجانب الترفيهي اللي بيكون داخل وخارج المدرسة عن طريق أعمال الكرافت، أعمال الكوكينج، عن طريق زيارة البارك من فترة إلى أخرى. كمان عندنا في مدرسة رسالة بنقوم بتقييم مستوى الطلاب 2 مرات على مدار العام، وبيكون عندنا الحفل الختامي لتخريج وتكريم طلاب مدرسة رسالة واللي بيحضروا إدارة مسجد مصعب بن عمير وأولياء الطلاب. في مدرسة رسالة أيضا بنستضيف على مدار السنة رموز من المجتمع بيقوموا بتقديم محاضرات قيمة للطلاب تساعدهم على تحقيق أهدافهم في المستقبل وتنمية هواياتهم والمحافظة على هويتهم الإسلامية. مدرسة رسالة ما هياش مجرد مدرسة الطلاب بيدخلوا يتعلموا فيها ويخرجوا، لكن احنا بنحب ان احنا نعمل علاقات مع الطلاب، الأولاد يحسوا بالأمان معنا، يكون في حب متبادل بيننا وبين الطلاب، وبنجتهد قدر المستطاع ان احنا نربط ابنائنا الطلاب بالمسجد بحيث ان الاولاد يحسوا ان المسجد والمدرسة هو بيتهم التاني، مش مجرد فترة تعليمية بيقضوها وبيخرجوا. وان شاء الله قريبا في مدرسة رسالة هيكون عندنا تغيير شامل في مناهج التربية الاسلامية الخاصة بصفوف الشباب علشان يساعدهم في الربط بين هويتهم الاسلامية وحياتهم اليومية. في مدرسة رسالة دائما نسعى الى تقديم ما هو جديد، فنتمنى أن تكونوا جزءاً من رسالتنا.